حياكم الله متابعي المربعنت من جديد. احنا اليوم بنغطي لكم بشكل سريع وصول سيارة كيا K8 الجديدة للسوق السعودي عند وكيلها كيا الجبر للسيارات، واللي بتكون بديلة كادينزا وكيا K900. نشوف السيارة بحجمها أكبر من الكادينزا وتصميمها صراحة صار فخم، وهو لغة تصميم كيا الجديدة بالكامل، وزي ما نشوف الشعار الجديد حقه، وتيجي بشبك وجه النمر على شكل مجوهر وإضاءات أمامية LED وخطوط ديناميكية مستوحاة من اليخوت وإضاءة خلفية ليد متصلة حادة مع جنود 18 أو 19 إنش. الداخلية عصرية بمقاعد جلد عالي الجودة تدعم التهوية، وطارة جديدة وشاشتين منحنيتين رقميتين 12 إنش للمعلومات والترفيه، والعدادات الرقمية شكلهم بانورامي، وعرض المعلومات بالزجاج الأمامي، ونظام صوتي ميريديان، 14 سماعة وإضاءة داخلية متكيفة ومكيف ثلاثي المناطق وتحكم مستقل للمكيف والصوت بالمقاعد الخلفية، وسقف بانورامي بالفئات الفل. السيارة تجي بتقنيات متطورة منها مساعد قيادة شبه ذاتي وتجنب الاصطدام وفرامل الطوارئ والتنبيه من تخطي السرعة المحددة والمساعدة بالركن مع نظام التعليق الجديد اللي يحسن الثبات ويخفض الإزعاج والاهتزاز. السيارة تستخدم محرك GDI سعة 3.5 لتر 6 سلندر يعطينا قوة 300 حصان وعزم 359 نيوتن متر، بجير اوتوماتيكي 8 سرعات، ونظام الدفع أمامي أو كلي بصرفية بنزين 13 كيلومتر لكل لتر من البنزين. بالنسبة لأسعار كيا K8 إلى الآن ما تم الإعلان عنها، لكن راح يتم إطلاقها في السوق السعودي في النصف الثاني من شهر يوليو في وكالة كيا الجبر للسيارات. شاركونا برأيكم في سيارة كيا K8 2022، وإذا عندك واحدة من سيارات كيا الحالية اكتب لنا تجربتك عليها في التعليقات، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلك جديد أخبار وأسعار السيارات والعروض أول بأول بإذن الله. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.